أحبائي وأعزائي المشاهدين متابعين قناة الكرمة، محطة الكرمة الرائعة، أريد أن أحييكم في هذا اليوم، وأريد أن أشجعكم بكلمة الرب التي تقول في هذه الأيام في وسط العواصف والمخاوف والرياح الشديدة من التي تثور في العالم الذي نحيا فيه اليوم، الرب يقول لنا أيضاً من جديد لا تخف. ونحن اتأملنا بشخصيات الكتاب المقدس، شخصيات كثيرة جداً في العهد القديم وفي العهد الجديد، لو لم يشجعهم الرب لما استطاعوا أن يصلوا إلى ما وصلوا إليه في مراحل حياة الإيمان. إن حياة الإيمان هي ليست يوم ولا يوم في الأسبوع، ولكن هي حياة مستمرة دائمة فيها صراعات وفيها حروب روحية نحن نجتاز فيها، وفيها نتعلم من الرب دروس كثيرة جدا. الله يسمح لنا أن نجتاز بهذه الاختبارات لكيما تقوى عظامنا الروحية وعضلاتنا الروحية، ولكيما ننمو في الإيمان ونعرف من خلال هذه الضيقات وهذه الصعوبات من هو إلهنا الذي نعبده. من أكثر شخصيات الكتاب المقدس في العهد الجديد الذي نسمع عنه ونقرأ عنه ونقرأ له، من أعظم الشخصيات بعد شخص الرب يسوع المسيح ومن أعظم الرسل أيضا، كان الرسول بولس. من هو هذا الشخص الذي سمي ببولس؟ عندما يقرأ المؤمن في الكتاب المقدس عن بداية حياة بولس، يكلمنا الكتاب المقدس بأنه أولا كان مضطهد للكنيسة، وهو لا ينكر هذه الحقيقة ويقول بأني اضطهدت كنيسة المسيح. أريد قبل أن أتكلم عن بولس أن أتكلم أيضا عن الاضطهاد الذي ربما تعاني منه الكثير من الشعوب في هذه الأيام والكنائس المسيحية حول العالم. لم ينتهي الاضطهاد في يوم من الأيام عن كنيسة الرب يسوع المسيح، لكن في بلاد تختلف الاضطهادات عن بلاد أخرى، ولكن كما نرى في كثير من الأماكن كما في الصين مثلا، نرى أن أعداد أولاد الرب تزداد، حتى كلما اشتد الاضطهاد نجد أن أعداد أولاد الرب تزداد يوما بعد يوم. يقول الكتاب المقدس أن شاول الذي سمي فيما بعد بولس كان يضطهد الكنيسة، وكان يريد أن يضطهد الكنيسة أكثر وأكثر بعدما استشهد استيفانوس ذلك الشهيد الأول من الكنيسة. وبعدما استشهد استيفانوس وكان بولس راضيا بقتله، كان شاول الذي صار بولس راضيا بقتله. ويقول أن الذين رجموا استيفانوس وضعوا ثيابهم عند قدمي شاب كان اسمه شاول، لكن فيما بعد أراد شاول أن يستمر بالاضطهاد على كنيسة الرب يسوع المسيح، وصار بعد أن أخذ أذونات وتصاريح من رؤساء الكهنة إلى مدينة دمشق لكيما أيضا يضطهد الكنيسة ويأتي بالمؤمنين لكيما يحاكمهم ويحاسبهم. حتى رسل المسيح اجتازوا في تلك الأيام برضو في ضيقات وصعوبات، وقفوا الرسل بعدما الرب استخدمهم بمعجزات، بطرس وغيره من الرسل، وقالوا لهم أن لا يتكلموا باسم الرب يسوع المسيح، فكان على الرسل أن يجيبوا هؤلاء ويقول لهم ينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس، لا تستطيعوا أن تكموا أفواهنا على أن نشهد لعمل المسيح الذي أنتم صلبتموه ولكن الله أقامه من الأموات، الله جعله ربا ومسيحا لكل البشر. جاء شاول إلى مدينة دمشق وهو في الطريق، نعرف ذلك الاختبار الرائع
يتقابل قرب مدينة دمشق شاول مع الرب يسوع المسيح، يظهر له في وسط النهار، يظهر له الرب يسوع المسيح بنور كان لامع جدا، ويتكلم إلى شاول ويقول: شاول شاول لماذا تضطهدني؟ صعب عليك أن ترفس مناخس، أنت تضطهدني أنا يا شاول. ألا تشجعك هذه الكلمات؟ عندما أحد ما يمس كنيسة الرب يسوع المسيح وكأنه يمس الرب نفسه. ولكن أيضا الوعد لنا: من يمسكم يمس حدقة عينه، أي عين الرب. والرب يستطيع أن يدافع عن أولاده، له مقاصد. لماذا أراد الرب أن يستشهد استيفانوس؟ كان هناك قصد إلهي وراء هذا الاستشهاد. كانت الكنيسة حتى ذلك الوقت كما يقول مفسري الكتاب المقدس فقط تتكتل في وسط مدينة أورشليم، مدينة القدس. ولكن الرب كان يريد أن الكنيسة تنتشر مثل الملح في الطعام، لا أن تكون كتلة واحدة. لهذا بعدما استشهد استيفانوس يقول الكتاب: والذين تشتتوا جالوا مبشرين بالكلمة في كل مكان. ألم يقل الرب يسوع المسيح: اذهبوا إلى العالم أجمع؟ لكن الكنيسة الأولى تجمعت في أورشليم منتظرين بحسب ما فكروا في ذلك الوقت أن يعود الرب يسوع المسيح في مجيئه الثاني في ذلك الوقت إلى جبل الزيتون. ولكن هو قال لهم: أنا أعطيكم الروح القدس لكي ما تكونوا لي شهود في كل اليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض. بعدما استشهد استيفانوس نتيجة اضطهاد شاول على كنيسة الرب، نرى أن الكنيسة تنتشر في كل مكان، ويمتد الإنجيل والخبر السار في كل مكان. ويذهب شاول لكي ما يأتي بأناس من الذين كانوا يسيروا على طريق الرب يسوع المسيح إلى مدينة أورشليم لكي ما يحاكمهم. يتقابل مع الرب ويكون اللقاء لقاء رائع. شاول شاول لماذا تضطهدني أنا؟ لم يقل الرب: كنيستي تضطهدني أنا. وهناك يسقط شاول، ذلك الشخص الذي كان في ذلك الوقت متكبر ومتعجرف، يسقط عن حصانه إلى الأرض، ومن ثم يغطي عيني شيء مثل القشور. نعرف فيما بعد أنه كان مثل القشور يغطي عينيه، ففقد البصر، ويقاد كشخص فقد البصر إلى مدينة دمشق. وهناك في مدينة دمشق يبقى أيام عديدة وهو صائم، لا يأكل ولا يشرب. ويأتي الرب إلى حنانية ويكلم حنانية ويقول له: أنا أريدك أن تذهب إلى رجل موجود في المكان الفلاني لكي ما تعمده، لأنه هذا الشخص هو إناء مختار لي. ولما قال له أنه شاول قال: يا رب، أنا بعرف كم من عبيدك قد قتل هذا الإنسان، كم من عبيدك كان قد جر إلى السجون. لكن الرب يقول إلى حنانية: اذهب، لأن هذا الرجل شاول هو إناء مختار لي، لأنه سيقف أمام ملوك إسرائيل وأمام ولاة الرومان، سيقف أمام ملوك وأباطرة لكي ما يشهد عن اسمي، لأنه هو إناء مختار لي. هذا هو شاول المضطهد، الذي أراد الرب أن يحوله من مضطهد إلى شخص فيما بعد أصبح هو مضطهد لأجل إنجيل الرب يسوع المسيح. وتسير حياة شاول الذي يتغير اسمه إلى بولس. بولس تعني الصغير، نحن نتكلم عنه بأنه الرسول العظيم، لكن هو رضي بأن يكون اسمه بولس، أي الصغير. أي عظمة نحن نمتلكها في أنفسنا؟ لا توجد أي عظمة، لكن نحن إن كان فينا شيء صالح فهو بسبب الرب الذي يسكن فينا. وفي الإصحاح 27 عندما كان بولس في طريقه إلى روما
لكي ما يقف أمام الإمبراطور بسبب اضطهاد اليهود. يدخل في عاصفة بحرية شديدة، تكاد السفينة أن تغرق وأن تتحطم، لكن يقف الرب في بولس ويقول له: لا تخف يا بولس. في العدد 24 من الإصحاح 27 من أعمال الرسل: ينبغي لك أن تقف أمام قيصر. يقف الرب به ويقول: لا تخف يا بولس. ما هي الطريق التي سار فيها بولس إلى أن وصل إلى هذه المرحلة؟ هو يقول عن نفسه أنه في كل مدينة كان يسير إليها وينشر الإنجيل كان يتوقع الاضطهادات، كان يتوقع أنه يضطهد لأجل الرب يسوع المسيح، يتكلم في يوم من الأيام عما عناه من اضطهادات في حياته. هذا المضطهد أصبح يضطهد لأجل إنجيل الرب يسوع المسيح. وأنا قبل أن أتكلم عن كيف نزع الرب الخوف من شاول الذي أصبح بولس، أريد لك عزيزي أن تنظر بإيمان وثقة أن الرب يستطيع أن يحول كثير من المضطهدين إلى أتباع للرب يسوع المسيح، عوضا أن يضطهدوا هم ربما يضطهدوا لأجل الرب يسوع المسيح. وأنا أعرف أن في كل مكان في كنيسة الرب يسوع المسيح ترفع صلوات لأجل مثل هؤلاء الناس، وأنا أريد أن نصلي في هذا اليوم. حتى وقبل أن نأخذ فاصل في هذه اللحظات بعد قليل، أريدك أن تتفق معي وتصلي معي لكي ما يذكر الرب هؤلاء الذين يضطهدون ككنيسة الرب يسوع المسيح، نصلي لهم لكي ما يأتي الرب بكثيرين منهم، يأتي بأبطال مثل بولس فيما بعد الذي كان يضطهد والذي أصبح تابع للرب يسوع المسيح. هو لم يضطهد أعضاء كنيسة الرب يسوع المسيح، هو اضطهد الرب نفسه من خلال اضطهاده للأعضاء. صلي معي هذه الصلاة قبل أن نأخذ الفاصل. أيها الرب يسوع المسيح، نحن نشكرك لأنك أنت وعدت يا رب أن كنيستك أبواب الجحيم لن تقوى عليها. وإن كان يا رب ننظر بمخاوفنا إلى أشخاص يا رب ربما يريدوا أن يثيروا الاضطهاد والضيقات والصعوبات على كنيستك، ونحن ننظر يا رب بمخاوفنا البشرية، لكن نصلي يا رب لأنه عندما كان شاول يا رب يضطهد الكنيسة كانت ترفع صلوات يا رب في كل مكان لأجل شاول. فنحن نصلي يا رب لهؤلاء أن تأتي بكثيرين منهم يا رب ليعرفوك، تنفتح أعينهم يا رب كما انفتحت عيني شاول وأصبح بولس ذلك الرسول العظيم. صلي معي حتى الرب يأتي بكثيرين من هؤلاء إلى حضيرة الرب يسوع المسيح. تابع معي أخي وأختي بعد الفاصل. شكرا لمتابعتك لهذا البرنامج. إذا كان لديك أي سؤال أو استفسار، أو إن أردت الحصول على إحدى حلقات هذا البرنامج، يمكنك الاتصال بنا على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@ikarmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.ikarmatv.com أو راسلنا على PO Box 3610 Seal Beach California 90740. أحبائي، أرحب بكم من جديد بعدما عدنا إلى الحلقة التي تتكلم عن أن الرب يشددنا ويشجعنا أن لا نخاف، وكنا نتكلم عن شاول الذي أصبح فيما بعد الرسول العظيم بولس. شاول شاول لماذا تضطهدني؟ كل اضطهاد يحدث على كنيسة
الرب يسوع المسيح هو اضطهاد تجاه شخصه. هذا هو الذي يشجعنا في هذه الأيام. تكلمنا عن اضطهاد شاول الذي كان هو راضي بقتل استيفانوس، وتكلمنا أيضا عن أن شاول كان في طريقه إلى دمشق عندما تقابل مع الرب يسوع المسيح، وعندما تغير شاول فيما بعد، وكيف أن الرب قال لحنانية الذي جاء لكي ما يعتمد بولس: قم أيها الأخ شاول واعتمد، معترفا بخطاياك واغسل كل الماضي لكي تنال موهبة الروح القدس. وهناك يتغير شاول المضطهد إلى بولس الرسول المضطهد لأجل إنجيل الرب يسوع المسيح. مرة أخرى أريد أن أقول أن الاضطهاد لا ينبغي أن يخيفنا ولا أن يخيف الكنيسة. نفس بولس قرأنا أن الرب وقف به وهو في طريق نتيجة الاضطهاد إلى مدينة روما ليقف أمام القيصر. يقف الرب ويكلمه هو شخصيا ويقول: لا تخف يا بولس، لأنك سوف تقف أمام القيصر. الرب الذي شجع شاول هو يشجعك اليوم أن لا تخاف حتى وإن وقفت أمام القضاة وأمام الرؤساء وأمام السلاطين وأمام الملوك. لا تخف بماذا تتكلم، لأن الرب يسوع المسيح يقول: أنا أتكلم بكم، روح أبيكم يتكلم بكم. وفعلا نحن نجد أن الرب هو الذي يتكلم عندما نقف ونشهد عن شخص الرب يسوع المسيح. نعرف أن شاول اجتاز هو نفسه باضطهادات كثيرة جدا، ولكن أريد أن أعود أيضا إلى سفر الأعمال ونرى أن الرب يستطيع أن ينقذ حتى الذين كانوا تحت الاضطهاد. أريد أن ألفت نظر نفوسنا في هذا اليوم إلى بطرس، أنه في يوم من الأيام أراد الملك هيرودس أن يقتله بعد أن قتل يعقوب، وبينما هو في السجن والكنيسة كانت ترفع صلوات لأجل بطرس، نرى أن الرب يرسل ملاك ويخرج بطرس وينجيه من القتل. يخرج من بين الجنود ويفتح أمامه أبواب السجون. لكن إن كان الرب قد أنقذ بطرس لكن سمح بقتل يعقوب، وسمح أيضا بقتل استيفانوس، وعندما قتل استيفانوس انتشرت الكنيسة في كل مكان. نزل فيلبس إلى مدينة السامرة، بشر السامريين فقبلوا الرب يسوع المسيح وقبلوا عطية الروح القدس فيما بعد. أحبائي، لا نخاف من الذي يقتل الجسد. نريد أن نتكلم أن شاول نفسه في يوم من الأيام وهو يخدم الرب كبولس الرسول جاء إلى مدينة فيلبي، وهناك في مدينة فيلبي تتبع تلك العرافة يوم بعد يوم، هو وسيلة رفيقه في رحلة السفر والخدمة، وتبدأ تصرخ. ولكن يعرف بعد 3 أيام شاول بولس، يعرف أن هذه العرافة لا تتكلم إلا من روح العرافة، كانت تنادي وتقول: هؤلاء هم عبيد الله الحي الذين ينادون لكم بطريق الخلاص. انتهرها بولس فخرج الروح الشرير منها، وعندما خرج الروح الشرير ولم تستطع هذه الفتاة العرافة أن تربح وتأتي بالمكاسب إلى الذين كانوا يرعوها، ذهبوا واشتكوا إلى الحكام، وعندما اشتكوا يأتون ويقبضون على بولس وعلى سيلة، يأخذوهم ويجلدوهم ويضعونهم بالسجن ويضعون أيديهم بالسلاسل وأرجلهم بالمقطرة بالقيود. لكن هل هناك بدأ بولس يرثي لنفسه ويقول: لماذا أنا في هذا المكان؟
ألم أكن ذلك الجبار الذي كان يستطيع أن يقتل الناس وله سلطان أن يجذب الناس إلى المحاكم وإلى القتل؟ ولكن لم يفعل ذلك. كان شاول وسيلة في وسط السجن العميق وبين السجناء والقيود في أيديهم وفي أرجلهم، كان هو وسيلة في منتصف الليل يرنمان ويسبحان الرب. وبينما هما يسبح الرب يقول الكتاب المقدس أن السجن كله تزعزع والقيود سقطت وانطلقت نفوس السجناء من قيودها، وشاول أيضا، بولس وأيضا سيلة يتحرروا. يأتي السجان ويظن أن المساجين قد هربوا ويخاف أن تقع المسؤولية عليه، فأراد أن يقتل نفسه. وأنا لا أعرف كيف أن بولس أدرك أن السجان يريد أن يقتل نفسه، فصرخ من الداخل وقال: لا تفعل شيئا رديئا في نفسك، نحن جميعا هنا. ومن ثم يأتي السجان ويأخذ بولس إلى بيته، يغسل جراحه ويقبل الرب يسوع المسيح هو وأهل بيته. صرخ له بولس من وسط السجن وقال: آمن فتخلص أنت وجميع أهل بيتك. فآمن ذلك الشخص، آمن ذلك السجان. وفي أماكن عديدة جدا نجد أن بولس يعاني الاضطهاد تلو الاضطهاد، وفي حياته يقول: أنا قد جلدت مرات عديدة، أنا قد ضربت بالعصي مرات عديدة، أنا قد رجمت مرتين، وفي مرة من المرات أوشك أن يموت. ولكن جاءوا الإخوة وقام وعاد ودخل إلى المدينة. قلت لكم كان في فيليبي عندما سجن، وفيما بعد نرى أنه يكتب رسالة إلى كنيسة فيليبي. هذه الرسالة التي تتكرر فيها كلمات الفرح والابتهاج مرات عديدة جدا، أعتقد أنها لا تقل عن 16 مرة يتكلم ويقول في نفس رسالة فيليبي إصحاح 4:4: افرحوا بالرب في كل حين، وأقول لكم افرحوا. أين كان بولس في ذلك الوقت وهو يكتب هذه الكلمات؟ كان أيضا في سجن روما، كان مسجون ويتذكر كيف أن الرب قد نقله من الظلمة إلى النور، من شاول المضطهد إلى شاول المضطهد لأجل إنجيل الرب يسوع المسيح، إلى إناء مختار لكي ما يقف أمام الملوك وأمام الولاة وأمام الرؤساء. في ذلك الوقت بقي بولس الرسول في سجن روما مدة سنتين كما نعرف من الكتاب المقدس، يكتب العديد من الرسائل، يكتب إلى الكنيسة ويكتب إلى ابنه تيميثاوس ويقول أنه في اللقاء الأول مع القيصر وقف الرب بجانبه وتقلب على كل الحوارات وعلى كل المحاكمة التي حاكموا فيها. يقول: وقف الرب معي، لم يقف معي شخص آخر لا يحسب عليهم، سامح الكل. تعرف كيف شاول جاء إلى الرب يسوع المسيح؟ لأن أيضا استفانوس كانت آخر كلماته: أيها الرب يسوع المسيح لا تقم لهم هذه الخطية. دعونا نحن كأولاد الرب أن لا ننظر إلى الذين يضايقون ويضطهدون، ربما ننظر إليهم كأعداء، ولكن نصلي لأجلهم لكي ما الرب يفتح أعينهم. أقول لك في هذا اليوم أن شاول اجتاز في ضيقات كثيرة جدا، انكسرت فيه السفينة، صار في وسط البحر وهياج البحر والعاصفة أيام عديدة جدا، لم يسمعوا له بأن لا يذهبوا في ذلك الوقت وأن يبحروا في ذلك الوقت من السنة. ولكن الرب لأجل بولس أنقذ جميع ركاب السفينة وذهبوا إلى جزيرة مالطا. وحتى وهو هناك ما بين البربر يقول الكتاب المقدس أنهم جمعوا
أحطاب كثيرة جدا، أخشاب كثيرة جدا لكي ما يشعلوها ليدفئوا هؤلاء الذين أنقذوا ولم يهلك أحد منهم بعدما تحطمت السفينة. وبينما شاول أيضا بولس الذي صار رسول المسيح، بينما هو أيضا يجمع، تخرج أفعى وتلدغ بولس في يده فينفضها إلى النار. ويتوقع المواطنون في ذلك الوقت أنه بعد قليل سوف يموت، ولكن حتى السم لم يسري في جسده، ونظروا إليه واعتقدوا بأنه هو شخص مميز، ربما إله كما اعتقدوا في مرات أخرى عندما الرب استخدمه بمعجزات وقوات وشفاءات. اعتقدوا في البداية عندما نشبت الأفعى في يده أنه كان مجرم، ولكن فيما بعد نراه يمكث في مدينة وفي جزيرة مالطا وقت من الزمن يصلي لأجل والد الحاكم في تلك الجزيرة، والرب يشفيه أيضا. ويستمر شاول إلى نهاية حياته ويحاكم أمام القيصر مرة أخرى ويحكم، ويعتقد أن الذي حاكم بولس في ذلك الوقت ما هو إلا نيرون، ويحكم عليه بالموت بقطع الرأس. كتب إلى ابنه تيميثاوس يقول: أنا أعلم أن وديعتي محفوظة في يد الرب، وقت احتضاري قد حضر، لكن أنا تمسكت بالإيمان إلى آخر لحظات عمري، وأنا إذ أنتقل من هذه الحياة أنا أعرف يقينا أني سأكون مع الذي ائتمنت بيده وديعتي، وسيضع لي إكليل الحياة. هذا هو شاول الذي صار بولس، الذي أخاف الكنيسة في أيامه، ولكن فيما بعد من مضطهد إلى مضطهد، إلى معاني من أجل المسيح، إلى شخص يحتاج إلى تشجيع الرب. وأنت أيضا أخي المشاهد وأختي المشاهدة تشجع اليوم، لأنه كما قال الرب إلى شاول بولس وهو في وسط العاصفة: لا تخف لأني أنا معك، سوف تقف أمام القيصر. هو يقول لك في هذه الحياة: لا تخف لأني أنا معك، حتى ولو وقفت أمام القضاء وأمام الحكام أنا سوف أتكلم بك وأعطيك أن تتغلب على مخاوفك. الرب يبارك حياتكم أحبائي المشاهدين، ويعطيكم أن تتشجعوا بكلمات الرب. الرب يبارككم جميعا، ولإلهنا كل المجد. آمين.